بعده لغاية هلا شادي عم بفكر بالنبتة اللي كانت مع كندا، انه هيدي الدراكولا اللي كانت هون باستديو. شوف اذا في منها احجام اكبر بعد. رح اتابع محطاتنا اكيد، وكل اللي حابين يطرحوا اي سؤال على كارما سات موجودة معنا باستديو لحتى تتلقى اتصالتكم مباشرة على الهواء بزودياك. صباح الخير كارمن. صباحكم بألف خير. صباح الخير غيدة، صباح الخير لشيف شادي. اتصالاتكم مباشرة على الهواء ابتداء من هاللحظة، أرقام بتبين على الشاشة، الإيميل كمان ببين على الشاشة، على تويتر تكونوا معي تتواصلوا معي على كارمن شماس كلمة وحدي. رح نبدأ بالاتصالات، بناخذ أول اتصال. ألو بونجور. يا أهلا وسهلا رين. إيه نعم تفضلي. الأربعة وتسعين بدي التاريخ أيمتى؟ 17 تشرين الثاني 1994. 94 ساعة؟ نعم. ساعة 7 صباحا؟ اي نعم. نعم السؤال. السؤال هي هلا عم تقدم على شهادة طب، بدي اعرف اذا بتنجح ولا لا، وكثير معصبة بدي شوف كانت بتنجح ولا لا. شكرا لاتصالك رن. خلونا نشوف بالنسبة لرين عم تسأل عن بنتها إذا في نجاح ولا لا. هلأ معها حق أنه بنتها تكون شوي معصبة، بنتها من مواليد برج العقرب، وبالتالي ما غريب أنه يكون في عنا كل هالضغوط من كوكب زحل موجود على كوكب الدراسة يلي هو ميركوري، موجود تقريبا لأنه ببرجة عم بيشكل شوية ضغوط على كل هالمجموعة سلة الكواكب كلها سوا. هل يا ترى في نجاح؟ عم تسأل إذا في نجاح ولا لا. بقول لها أنه المسألة الصعبة هي تقريبا فينا نقول هلأ عايشتها معصبة، إيه بتخيل أنه رح بتكون معصبة، لكن أنا بتمنى أنه هي تكون عاملة كثير منيح. ليش؟ لأنه الحظ منه هالقد بوزيتيف، منه هالقد نيجاتيف، ما عم بيشد فيها كثير طلوع، في زحل عم بيشكل لها شويه عقبات، وبالتالي بدها تكون هي عامله كثير منيح لحتى اقدر شوف بالنسبه لها لحتى اشوف لها نجاح. اذا منا دارسه كثير بصراحه يمكن يكون في عندها شويه صعوبات. بتمنى لها التوفيق وبتمنى ترجعي تتصلي او تبعتي لي ايميل وتطمنيني عنها. ناخذ ميرا اتصال ثاني. الو الو بونجور. يا اهلا وسهلا. مدام كارمن. نعم تفضلي. بليز انا من مواليد بونجور. تفضلي انت على الهوا. اوكي. انا من مواليد 18/3/1966. نعم، اي ساعة ميرا؟ بين 6 و7 الصبح. لحد 6 ونص حل وسط. اوكي. يلا سؤالك ميرا. بليز مشين الزواج والصحة. منك متزوجة يعني؟ لا. والصحة؟ كيف مرتبطة قديما؟ نعم، والصحة فيها شيء؟ لا الحمد لله. اوكي. اوكي ميرا شكرا لاتصالك. خلينا نشوف ميرا شو قصتها، موضوع الزواج بالنسبة لها، بدنا نشوف البيت السابع، بدي اشوف العاشر، بدي اشوف الطالع، بدي اشوف البيت الرابع ايضا، إذا في شيء من تغييرات، إذا في شيء من أحداث حاليا. بالنسبة لها هي الوضع حاليا وجود كوكب زحل ببيت الزواج نوعا ما بشكل لإلي، صحيح زحل هيك بشكل لي كمان علامة استفهام بالنسبة لموضوع الزواج. يعني خليني أقول وجود زحل هون، إذا الحل الوسط حطيناه 6 ونص، وجود زحل هون نوعا ما بصعب الارتباط النهائي، زحل هون بشكل عقبة بموضوع الارتباط. إذا خلقاني قبل 6 ونص يعني في احتمال أن يكون زحل قطع صار بالبيت الثامن وترك بيت الزواج وصار في إمكانية أكثر لموضوع الزواج. لكن يلي بيشجعني بصراحة في عنا عامل تاني، بس لما يكون عندي أنا ساعة ولادي فيني اشتغل على البيوت، فيني اشتغل على بيت الزواج، فيني اشتغل على البيت الرابع، على كل البيوت اللي عندي اياها، واذا في من possibilities من احتمالات للزواج مفروض يكونوا مبينين. يمكن بالنسبة لك انت احتمال انه سنة 2014، وبصراحة من هلا يمكن يكون بالنسبة لك يمكن ملاحظة انه او حاسة وكأنه في زواج بالاجواء، بقول لك ايه
وكأنه بالأجواء في زواج. فبتمنى أنا أنه فعلا تلتقي بالشخص المناسب. الوقت مش كتير طويل، تذكري أنه في شيء عم بيزوجك في شيء مش عم بيزوجك، فبدها تكون القصة قضاء وقدر، يعني مظبوط أنه هيدا قدرك هيدا نصيبك للزواج. وإذا صار زواج بأقل من سنة بده يكون زواج على مسؤولية شوي كبيرة، أو لشخص فعلا بحملك مسؤولية كتير كبيرة وبتحس أنه زواج شوي متعب أول فترة أول سنة. منتابع ليلى، تفضلي ليلى، بس توطي لي صوت التي في بليز ليلى لا اقدر اسمعك. الو كارمن بونجور. يا اهلا وسهلا. تفضلي. ليك كارمن. نعم. الي 5 سنين ناطرتك. يلا تفضلي. ليك حبيبتي. نعم. انا من 5 سنين ونص. نعم. عملت جلطة ما عدت مشيت وبعدني لا ما عم بمشي، امتين بدي امشي دخيلك. يلا بتعطيني تاريخك؟ ل1 سبتمبر 1937. 1 سبتمبر؟ سمعتوا منيح؟ وي. 35، اوكي. 37. اوكي يلا خلينا، شكرا لاتصالك، ان شاء الله على سلامه. خلينا نشوف بالنسبه لليلى شو الوضع بالنسبه لها. خلينا نشوف اول شيء، هلا نحن على اساس انه هذا تاريخ صحيح كلكم بتعرفوا وانا بعرف انه من زمان ما كان حدا يأيد، الوحيد اللي كان يأيد لكن في المستشفى لحدا يأيد الاهل، يا الاهل كانوا ياخذوا نوت، واذا انت فعلا اهلك مأيدين وقت اللي خلقتي مش المختار، وقت اللي يروحوا يسجلوا الولاده بيكون هيدا تاريخ صحيح. اوكي سو انطلاقا من المنطلق انه تاريخك صحيح رح نبلش نحلل. هل يا ترى في ايجابيات؟ اول شيء بدي روح على الصحه، الصحه هي القمر، القمر موجوده ببرج السرطان. مين في ببرج السرطان كل 12 سنه بيوصل مره؟ المشتري، المشتري بيحمل كادويات، إذا تاريخك صحيح، إذا نهار لعطيتيني صحيح، أنا بعتقد إنه أنت مفروض صوب أدار تقريباً بعد حوالي ست أشهر أو أقل، مفروض يكون في بداية حلحلة. بتمنى أول شيء تاريخك يكون مظبوط لأنه إيه في انفراجات كتير كبيرة، وبتمنى لإلك كل الصحة، ووقت اللي بتريدي بتقدري تتصلي فينا أهلا وسهلا. ناخذ باتريسيا. تفضلي. باتريسيا تفضلي. الو بونجور. يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. بدي اسالك عن بنتي. نعم. 14 تموز. نعم. الساعة 1 بالسنة 79. 79. الساعة 1 بالليل. 1 بالليل. بدي اعرف عن حياتها، عن اذا عندها رزق، حالتها المادية يعني. في مفروض يكون في رزقة عندها، كل مواليد برج السرطان في عندهم رزقة كتير 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 قريبة صوبهم. إيه فيني اسمعك يا حبيبي عن التليفون لأن تشرح من عندك. على التي في على التليفون. تشرح من عندك. خليني أشوف شو ببين عندي، بالنسبة لإلها لبنتك أول شيء في عندها أشياء كتير حلوة. مفروض يكون في انفراجات بالنسبة لبنتك، ما تعتلي هم، وبنتك مفروض يكون في رزقة، بدك رزقة، بنتك في عندها رزقة، تقريبا بدها تكون صوب شهر أيار 2014، في عندها رزقة، كان مفروض يكون في هلأ عند بنتك بشهر الماضي شهر آب رزقة، إذا راحت من دربة في رزقة تانية كاملة مكملة، واحتمال تجي على ثلاث دفعات، الثالثة ثابتة صوب شهر أيار 2014. شكرا لاتصالك. ناخذ مين؟ ليلى تفضلي. الو بونجور. يا اهلا. الو بونجور مدام. تفضلي اهلا وسهلا. يحكي مع ست كارمن. معك على الهوا. ست كارمن بدي اسال عن خيي اذا بتريدي. ايه اكيد. تشرين الاول 66. ايمتى؟ سوري ما عم بسمعك، ايمتى؟ نعم. ايمتى تاريخ ولادته؟ 17 تشرين الاول. نعم. 66. نعم ساعة. ساعة ما في ساعة. أي س... إيه أوكي. شو السؤال؟ سؤال في مشاكل هو وزوجته، بصير في صلحة مع بعضهم ولا لا؟ بسمع على التلفزيون ولا على التليفون؟ قديش صار لها المشاكل؟ صار لها شي 4 سنين.
اوكي شكرا لاتصالك، فيك تتابعيني على التي في. 4 سنين اكزاكتلي لما كان زحل موجود ببرج الميزان. زحل لما دخل على برج الميزان تقريبا مواليد برج الميزان صار في عندهم طلاق، صار في عندهم مشاكل، صار في عندهم انفصال، صار في جفا كثير بالعلاقات. تقريبا مواليد برج الميزان من الاشخاص اللي كثير تعبوا بعلاقاتهم وبشغلهم. بالنسبه لها الكسر، الجره انكسرت من حوالي 3 سنين 4 سنين، اوكي؟ ويمكن انكسرت تقريبا كليا من شي 3 سنين، اذا ما تقريبا من شي 2.5 سنين او من 2 سنين. يعني بلشت 4 سنين، تقريبا من 2 سنين انكسرت تقريبا الجره. انا حسب خبرتي مع الفلك مع التوقيت، لانه الفلك هو توقيت، الفلك لا يحتم، الفلك بيقول لك انت مارقه يا فلان، مارق بفتره زمنيه صعبه، في نوعيه الوقت فيها انفصال، فيها جفا، او في مشاكل صحيه الى اخره. نوعيه الوقت اللي مرق فيها خيك هي انفصال وجفا، قطع من هالتونيل، هيدا قطوع ومرق، بيبقى عليهم هن يا يكبروا عقلهم ويرجعوا يظبطوا الامور، يا اما هي يمكن زحل عندها موجود هلا وعم بشكل لها عقبه عندها هي. اجمالا اللي بكبر عقله، بنرجع لورا، بنرجع لاهالينا، بنرجع لجدودنا، كلهم ماري عندهم زحل، ويات كلهم طولوا بالهم وكبروا عقلهم ومشوا الحال، وبترجع الامور نوعا ما تترقع، هالجره فيها تترقع. لذلك حسب هن وين صاروا، يا بكبروا عقلهم وبكملوا بالمشوار سوا، يا اما اصلا الجره انكسرت، واذا بعدهم سوا في مجال ترجع الامور ويمشي حالها. الا اذا رجع عندهم حدا منهم عنده شيء مهم ببرج العقرب، وزحل راجع عامل قطوع ثاني، ترانزيت ثاني على برج العقرب، معقول ساعتها يرجع الوضع يرجع شوي يتوتر. لكن مني انا الجواب القطوع ومرق، بدهم يكبر خيك، لانه القطوع مرق عند خيك بده يكبر عقله ويمشي القصه من جديد اذا بده. طبعا هيدا اذا هو بده. مين معنا؟ زينب تفضلي. تفضلي زينب. الو بونجور. يا اهلا وسهلا يا زينب. معك زينب مواليد 19/12. زينب بدك توطي صوت التي في لانه كثير كثير عم بزيزق. 19 شو؟ زينب. الو. نعم زينب. 19/12/90. ليش ما بتوطي صوت التي في يا زينب؟ موطيته على الاخر، مش سامع الا من التليفون. اوكي. طب طفي لكن طفي. أي ساعة زينب؟ ما بعرف والله. سؤال يا زينب. نعم. كأنك بهونولولو مش بالجنوب يا زينب. زينب هالاتصال شو بعيد. سؤال يا زينب. أوكي. بالنسبة لزينب مواليد 90، خلونا نشوف عمرها طبعا صغير. زينب هيدي زينب عم بعد على الخط. عندي مجموعة كواكب موجودة ببرج الجدي، يعني زينب إنساني وكأنه أدارة أو نصيبة تتعلم دروس في المرونة، بدها تكون كتير دبلوماسية، ويمكن يصعب عليها هالأمر لأنه فينس، لأنه ميركوري، كلهم موجودين ببرج الجدي. المشكلة أنه برجها هو القوس، هالبرج المنفتح جدا، لكن بتحس في تناقض كتير كبير مع نفسيتها والطرق الاساليب اللي بتتعامل فيها مع الناس والناس بتتعامل معها. بالنسبه لإلك بما انه ما سالتيني اي شيء محدد، بقول لك بالنسبه لإلك على الارجح بحياتك الزواج بيكون لشخص شوي في فارق واضح بالسن بينك وبينه. بالنسبة لك انت ما عندي ساعة ولادة، كل شيء بقول لك حاليا في امور صحية بدك تشتغلي عليها، ويبدو ايضا انه في احتمال يكون في امور عاطفية او رومانسية، مش هلا، بعد حوالي 6 سنين ونص. هذا كان اخر اتصال لليوم، بدي اتمنى للجميع نهار كثير حلو، دائما طبعا مع عالم الصباح، وعودة لك غيدة. شكرا كارمن، اكيد نحن بنرجع بنشوفك بكره الصبح ان شاء الله بعالم الصباح. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات ورشه ملح مع الشيف شادي، ومن بعدها رح نكون مع تي في شوبينج ودومينيك. خليكم معنا.